التصريح هو من أجل إطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول الوضعية الخطيرة التي يعيشها اليوم بالسجن المركزي بالقنيطرة الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي المعتقل والمحاكم تعسفيا على خلفية قضايا الإرهاب في الوقت الذي طالب فيه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقاد التعسفي الحكومة المغربية من أجل إطلاق سراحه فورا، واعتبره معتقل رأي، وأن متابعته والحكم الذي صدر في حقه كان الهدف منه تصفية الحسابات معه والإجهاز على آرائه بالنظر إلى الأعمال الصحفية التي كان يقوم بها والمقالات التي كان يكتبها والتحقيقات التي كان ينجزها بخصوص قضايا حقوقية متعددة وخاصة المرتبطة منها بملف المعتقلين الإسلاميين. اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي والتي كذلك تطالب بإطلاق سراحه راسلت كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان من أجل إثارة انتباههم إلى هذه الوضعية الخطيرة التي يعيشها هذا الصحفي الذي دخل في إضراب عن الطعام بعد مرور سنة بكاملها على اعتقاله وسجنه بالسجن المركزي بالقنيطرة منذ 16 مايو الأخير. يبدو أن الأمر أصبح اليوم يهدد حقه في الحياة، وهذا التهديد نحمل فيه المسؤولية كاملة إلى كل الجهات المعنية بهذا الملف داخل الدولة والتي كذلك كانت موجهة أو معنية بقرار فريق العمل المكلف بالاعتقال التعسفي. وهي مناسبة كذلك نطالب فيها بأن يتم إطلاق سراح هذا الصحفي والحقوقي فورا وتعويضه عن كل الأضرار التي لحقت به وبأسرته، ومن أجل أن يتم طي هذا الملف نهائيا. اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي راسلت كذلك وزير العدل والحريات من أجل عقد لقاء معه لتدارس هذه القضية وإيجاد السبل واقتراح الحلول التي يمكن أن تطوي هذا الملف. راسلنا كذلك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل ترخيص لأعضاء من اللجنة لزيارة الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 16 مايو الأخير من أجل الوقوف على وضعيته الصحية وكذلك الاستماع إلى مطالبه ومناقشتها مع الجهات المسؤولة. للأسف الشديد ما زلنا إلى حدود اليوم لم نتوصل بأي رد من طرف كل المسؤولين الذين وجهنا إليهم هذه الرسالة، وهذا الأمر سننقله بتفاصيل دقيقة إلى الرأي العام الوطني والدولي عبر المنابر الإعلامية السمعية والبصرية والجرائد المكتوبة وكذلك وسائل الإعلام الإلكترونية يوم الخميس إن شاء الله في ندوة صحفية سنعقدها بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ابتداء من الساعة 10:30، وهي مناسبة أدعو فيها وسائل الإعلام من أجل نصرة قضايا هذا المواطن المظلوم الذي يقبع ظلما داخل السجن المركزي بالقنيطرة من أجل تمتيعه بحريته وإعادته إلى عمله، يعني تمتيعه بحريته وتمكينه وأن يتمكن من خلال هذه الحرية باسترجاع عمله الصحفي ليصبح طريقا يكتب ويعبر عن آرائه ويناضل حقوقيا إلى جانب النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بهذا البلد، وأن يتمكن كذلك من التعبير عن وجهات نظره وإنجاز أعماله الصحفية التي أكيد ستخدم قضايا المواطنين وقضايا المظلومين وقضايا المضطهدين في هذا البلد.
كنت